السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم قناة أم محمد. إن شاء الله نعمل النهاردة سردين في الصينية يعجبكم قوي، وإن شاء الله طريقتها هتعجبكم، وخليكم معايا للآخر بإذن الله هتعجبكم. ماشي يا حبايبي، أهلا بكم في قناة أم محمد. معانا 2 كيلو سردين هننضفهم قدامكم. ماشي يا حبايبي، تنظيف سهل ومفيش فيه أي حاجة، بس اللي لسه داخلة المطبخ جديد بنعلمها بس التنظيف. انتوا طبعا ستات بيت شطار، احنا بنتكلم على اللي لسه داخلين ايه المطبخ جداد. عندي عامة بشيل الراس كلها ما بسيبهاش. يا حبايبي احنا ننضف بس واحدة قدامكم، وان شاء الله هعمل باقي السردين وتمشوا ايه على الخطوات بتاعتي. يا حبايبي هنطلع بس الدم اللي فيه ونظبطه كده وننضفه، ولسه طبعا هننقعه وهقول لكم البتاع هننقعه ازاي. عندي برضو طريقه للنقع للسمك او للحوم. اه يا حبايبي، وطبعا الاتنين كيلو هنعملهم كده هننضفه، ولسه كمان هننقعه عشان الدم والحاجات دي اللي فيه دي تطلع. وباذن الله وباذن الله هكمل معاكم ان شاء الله. ايوه يا حبيبي، احنا خلصنا السردين اهو يا حبيبي ونضفناه حلو، بس لسه بقى هننقعه بالخلطه اللي انا قلت لكم عليه. ما شاء الله بتخليه حلو وتخلي ريحته جميله جدا. انا تعالوا بقى وشوفوا طريقه التنقيح. معانا دلوقتي بتاع استفندي وطماطم وليمون. بتحط الاستفندي في مع السمك او مع اللحوم بيخليه ريحته جميله ومفيش ريحته زفاره ولا اي حاجه خالص، وجربوها وهتدعي له ان شاء الله. خليكم معايا بقى للاخر. اهو يا حبايبي تحطوا استفندي، عندك يعني استفندي متوفر تحط الاستفنديه بحالها مش مشكله، ما بتعملش حاجه يعني. نحط بس فيه شويه ميه عشان ماشي يا حبايبي. احنا بنحط دلوقتي ميه عشان بس الخلاط يمشي. اه يا حبايبي مش على طريقة ان شاء الله هتعجبكم. انا هضربه، هضرب الخلطه دي عشان ما تسمعوش صوت الخلاط. ماشي يا حبايبي، احنا مش عايزين نعمل لكم ازعاج، وان شاء الله الخلطه دي هتعجبكم باذن الله. احنا دلوقتي رجعنا لكم تاني، ضربنا البتاع في الخلاط وهنحطه على السمك اهو. طبعا هفكركم تاني، استفندي وليمون وطماطم. ماشي يا حبايبي، دي بتخلي ريحه السمك جميله وريحته ما بتبقاش زفره ولا حاجه، ما شاء الله عليه. جربوها ان شاء الله وهي هتعجبكم باذن الله. اهي يا حبايبي تسيبوها كده شويه لمده 10 دقايق ولا حاجه في التنقيعه دي، ولو في خل برضو عايزه تحط خل عادي مش مشكله يعني. ماشي يا حبايبي، دلوقتي احنا خرطنا البصل اهو. خرطت 5 بصلات. دي هعمل مثلا دي نظام زي في الصينيه كده، بس انا بحب البصل، وانا وجوزي احنا دلوقتي عامله ايه 5 بصلات. انت عايزين تقللوا براحتكم، عايزين تكتروا براحتكم، هو ما بيعملش حاجه يعني ما شاء الله. البصل بيديله طعم وريحه وحلو. انا دلوقتي عامله 5 بصلات اهم، والوقت انا شبت اهو هنحط عليه مثلا حبه شبت اهم مش كتير ولا حاجه. ماشي يا حبايبي، هنخرط بقى البصل وارجع لكم تاني. تاني بعد ما قطعت البصل، دلوقتي انا قطعت بصل اهو يا حبايبي، والسمك ما شاء الله نضيف اهو حلو وجميل. ماشي يا حبايبي اهو ما شاء الله جميل وزي العسل اهو وريحته جميله، وجربوا طريقته مش هتنساه ان شاء الله. ودلوقتي هنحط البصل، نشوح البصل دلوقتي في الزيت اهو يا حبايبي. ماشي يا حبايبي، احنا حاطين الوقت البصل في الزيت اهو، نحط عليه معلقه ملح الصغيره بتاعت الشاي. ماشي يا حبايبي كده حطينا اهو البصل دلوقتي اتشوح.
لما يحمر شويه. كده دلوقتي معانا السمك هنعمله في الدقيق ونعمله في الزيت، نصفره بس تصفير كده ايه بسيط كده في الزيت. وخليكم معايا وانت تعرفوا ايه هعمل فيه ايه في الاخر. اهي يا حبايبي بس ايه تشمميه بس الدقيق كده، طريقه سهله وبسيطه وجميله، وان شاء الله جوزك لما يذوقها يدعيلك. كده يا حبايبي احنا دلوقتي بنعمله في الدقيق، بنشميهم بس الدقيق كده، خليكم معايا للاخر. انتوا ان شاء الله الطريقه دي هتعجبكم. اهي يا حبايبي ماشي يا حبايبي، احنا دلوقتي حطينا السمك اهو في الزيت يصفر بس صفار بسيط بس كده، يتشوح بس تشويحه بسيطه كده في الزيت ماشي يا حبايبي. ومعانا الوقت البصل بتتلوح اهي، بس اغسل ايدي بس من مطرح الايه. دلوقتي البصله بتتحمر اهي، احمرها بس اهي دوبك تبقى تدبل بس كده في كده، انا بحبش اهي احمر قوي يعني، تدبل بس كده. ومعلقه الملح دي بتدبل البصل على طول. ومعانا برضو السمك اهو بيتصفر اهو على البوتاجاز اهو ماشي يا حبايبي. البصله اتلوحت اهي اتشوحت ماشي، وحطينا ماشي يا حبايبي. دلوقتي احنا البصله اتشوحت اهي على النار، دلوقتي هنحط ايه الطماطم، عصير الطماطم. ماشي يا حبايبي خلاص. والبهارات معانا كمون، ومعانا بابريكا، ومعانا فلفل اسمر، ومعانا توم بودره، ومعانا معلقه اسمه بسم الله الرحمن الرحيم يا رب ذكرني، مش عارفه مع بتاع كده حط اللي هو الاصفر دي، بسم الله الرحمن الرحيم. النهائي بتاع السمك دي، السمك المصحف، السردين اللي هو التونه، عملته بالشكل دي ماشي يا حبايبي. وما تنسونوش بقى بالله عليكم باللايك خلاص يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.